ما يهمني ذا عني حجوا اسمعهم قبل. قررنا ان احنا اليوم نطلع بالبايسكلات، يعني متنا ان احنا نشوفك دائما حزين. هذا الشيء يعني هو اللي الناس تشوفه بالكليبات او بالاعمال الفنيه بصوره عامه، بس حياتك الشخصيه لا اكيد لها وجه ثاني. عندنا مهمه انسانيه، نروح نزور دار الايتام، هم نسلم عليهم وهم نفرحهم وهم هو عيد، وعيد الله اكبر. خير ما اختاريت صراحة. كل عام وانتم بخير. يعني سعيدة. أيام سعيدة. هاي شنو قصة أسد؟ مريم تجار بالبشر، أبوها كان بايعها. أبوها باعها؟ إيه بايعها ب500,000. عباس أمه ولدت وعافته بالمستشفى. هاي الحلوة توم أمها جابت بنية وولد، لأن مات الولد تركت البنية وراحت. زهورة هاي من هيك معور جسمك؟ أبويا من هاي بس تجينا تشوي يشويكم؟ إيه. ليش؟ ما نسوي لشي. مشوار الدنيا طويل وعلى طول المشوار لازم تختار اللي يبقى وياك باستمرار. عيش اللحظة واتمنى يقرب كل شي بعيد، فرحك وبحزنك احنا نبقى. ذكرت المسلسل، شلون هاي التجربة؟ بيها ايجابيات وسلبيات، بس الايجابيات اكثر كانت. عندك لحن واحد وقدامك ماجد مهندس هيثم يوسف، لمن تعطي هذا اللحن؟ حلوة الشهرة؟ أنت جتك متأخرة، أنت اختارت. أنا اختارتها أن تكون متأخرة، كنت خاتل يعني خلف الكواليس خلينا نقول. لا ممثل هسه ما نقول ممثل. أكو ناس ضاجت من دخولك وأكو ناس باركت لك زيادة الأكثر. لا خل أحكي لك على الباركولي، معدودين عد الأصابع. يعني أنا جاني مسج من شخصين فقط. ست وجوه صاروا هالبشر ليش شمرهم وقتي أمي شمرة الزهار.